ولاد العمر رجالة شباب أولى ثانوي. بعد ما شرحنا الجرامر بتاع الباست سيمبل والباست كونتينوس ورجعتوا معايا على الحلول اللي انتوا حللتوها في البوب كويز، تعالى مع بعض الفيديو ده احنا هنعمل حاجة مختلفة شوية. هنفتح مع بعض الكتاب بتاعنا صفحة 20 page 20 مع الجرامر الباست سيمبل والباست كونتينوس. هعمل معاكم ريفيجن سريع كده على اللي قلناه طول الحصة، هنقرأ مع بعض زي ما تكون انت قاعد تذاكر مع نفسك، وهبتدي اخش معاك في الحل على جزئيات الباست سيمبل والباست كونتينوس المختلفة، وهنكمل بقية حل اليونت سواء جزئيات الترجمة نتكلم فيها او الجزئيات اللي باقية علشان يبقى لمينا كل حاجة. ده هتطلب ان انا هختفي من الصورة شوية وهتركز بس على الكتاب، وهتعتمد على ودنك كتير جدا جدا، وعاوزك مركز معايا في جملة جملة. يلا نبتدي. يلا حباب قلبي هنراجع على الجرامر زي ما قلنا بسرعة، نعمل سكان سريع. احنا قلنا ان الباست سيمبل تنس زمن الماضي البسيط اللي بندرسه بيتكون من التصريف التاني للفعل، يعني بعد السوبجكت بتستخدم على طول هنا التصريف التاني. لو الفعل ريجولر منتظم بيبقى اخره اي دي، لو الريجولر بتحط التصريف التاني زي he visited his friends past simple they watched the film. في شوية حاجات لازم تاخد بالك منها وانت بتزود الدي او الاي دي مع الريجولر فيربز مع الافعال المنتظمة. ايه هي؟ الطبيعي ان الفعل احنا بنزود له اي دي في النهاية، يعني visit visited want wanted. انما لو الفعل بينتهي ب اي وي اد جاست دي، بنضيف بس الدي، لايك لايكد، ارايف ارايفد. طب لو الفعل بينتهي بحرف الواي او بحرف الدبليو وقبله فاول زي او ان اي، بس بنكتفي بان احنا بنزود الاي دي، عادي جدا ما بيحصلش مشكله. المشكله بتحصل لما الفيرب يكون بينتهي بواي وقبله حرف ساكن، بحول الواي الى IED بدل carry carried، بدل study studied. اما لو الفيرب بينتهي ب consonant letter حرف ساكن مسبوق بحرف متحرك و double the last letter زي plan planned زي stop stopped. اوكي طيب نيجي بعد كده يا ولاد للirregular verbs واللي احنا قلنا ان طبيعتها حضرتك لازم تحفظها كويس زي go went break broke build built. وانا هزود لك في الفيديو ده ملف خاص بمجموعة من الافعال الريجولر عشان تذاكرها معايا وتحفظها كويس، لانها تفرق زي ما قلنا دول 152 فعل في الانجليش كله. قلنا لما بنيجي ننفي الباست سامبل didn't infinitive أو never والتصريف الثاني، يعني I didn't play I never played I didn't go I never went. وقلنا لو ابتدينا بنيفر الجملة بتيجي في هيئة سؤال، يعني بدل I never played never did I play، وده عندنا حضرتك زي أسلوب التوكيد في العربي، وده حضرتك بيحصل دايما مع النيجاتيف adverbs زي never not only زي hardly scarcely. النيجاتيف ادفيربز اول ما بتبتدي عندنا في الجمله، الجمله بتيجي في هيئه سؤال ولكن بيبقى اخرها فول ستوب. never did I go never did I study never did I play. بسرعه، he didn't visit his friends he never visited his friends never did he visit his friend. وقلنا كمان ان في حاله تكوين السؤال اداه استفهام فعل مساعد فاعل فعل زي What did you eat yesterday? I ate some fish. ولو السؤال هيجي بمعنى هل yes no question ببتدي ب did. Did he buy a new car? Yes he did. No he didn't. وقلنا لو عندي في noun اسم أو في عندي صفة adjective أو في عندي preposition حرف جر فبستخدمهم ورا was أو where. تمام، اللي هو عبارة عن stative verb verb to be. was لطفية نادية بايلت
Yes, she was a pilot. قلنا ان الزمن ده بيعبر عن حدث حصل في نقطة معينة في الماضي وبيعبر عن past habit او past situation. بيعبر عن حدث انتهى في الماضي زي We studied French last week. بيعبر عن عادة في الماضي وقلنا الأساليب المختلفة للتعبير عن عادات الماضي زي Ayman used to play tennis when he was young. لما كان صغير. كمان بيستخدم الباست سامبل عشان توصف أحداث وانت بتسرد قصة بتحكي قصة. علي found a bag then he went to the police. فقاعدة إف الحالة التانية الافتراضية اللي بتعبر عن أمور مخالفة للواقع اللي احنا فيه دلوقتي زي If he helped us we would win. معنى كده ان he doesn't help us so we don't win. هنا هو بيفترض ده في الحاضر. كمان قلت ان بعد المصطلحات I wish اللي بمعنى أتمنى It's time حان الوقت I'd rather أفضل لما بيكون عند الفاعل رغبة في الحاضر فبنستخدم الباست سيمبل تنس واللي بنسميه unreal past أو ماضي غير حقيقي زي I wish علي played well. معنى كده إن علي doesn't play well. علي ما بيلعبش كويس فأنت بتقول يا ريت يلعب كويس. نفسك ده يحصل في الحاضر فبتستخدم unreal past فبتقول I wish علي played. It's time he arrived. معنى كده إن he doesn't arrive أو he hasn't arrived yet. لم يصل بعد. I'd rather she helped him. معنى كده ان she doesn't help him. نيجي بعد كده يا شباب للجزئية اللي بعدها في page 22. قلنا الكلمات الدالة على past simple tense. Yesterday, ago, last زي last week, last month, last year. In the past, once. Once a in a time. One day, the other day, the other week. In وسنة محددة 2007 from 1967 to 1973 when I was how long ago اللي بتساوي when did for followed by period of time for بعديها مدة زمنية I first saw her then I went with her to the cinema next we phoned our friends to have dinner together. Just now من الكلمات اللي بتدل على past simple tense بس والنبي خدوا بالكم منها. Just now بعدها a short time ago. حلو؟ خدوا بالكم من just now عشان في ناس بتلخبط ما بينها وما بين ال present perfect. Just now تصريف تاني. In the ancient times, in the old days, in the middle ages. Last week I went to Alexandria. 2 months ago we flew to London. قلت لك ان when بتساوي how long ago فعشان كده لما تيجي تسأل حد وتقول له امتى ابتديت when did you start playing the guitar هنا عاوز تستخدم how long كبديلة لازم تبقى followed by ago عشان هنا في past simple how long ago did you start playing the guitar. اتكلمنا عن الباسيف وقلنا لما ابتدي بالاسم او الضمير اللي بيقع عليه الفعل بستخدم عفريت الباسيف اللي هو عبارة عن verb to be والتصريف الثالث verb to be في الباست was aware والتصريف الثالث زي he wrote the email was written. ملحوظة هامة قلنا للتعبير عن حادثة كانت تحدث في الماضي ولم تعد تحدث الآن قلنا بنستخدم سواء الباست سامبل أو used to وفي حالة ان انت بتستخدم used to بيجي وراها الانفينيتيف. In the past people used to travel on camels but now لكن دلوقتي they don't دلوقتي هم ما بيعملوش كده they don't travel on camels. علي always walked to work when he was young برضو هنا the past simple tense وخد بالك ان انا ممكن اجي في الامتحان واقول لك جملة زي كده he space وبعدين and got high marks. انا هنا كتبت got G-O-T وهنا عندك اختيارين هقول لك used to study ولا usually studied. انا رابط الجملة بايه and he space and got high marks.
and قبلها زي بعدها وراها جاي باست سيمبل يبقى قبلها باست سيمبل انما لو اخترت used to study كنت قلت he used to study and get كانت هتبقى infinitive بعد and عشان بعد used to get infinitive and infinitive انما طالما هنا في got يبقى الاختيار الادق ان انا اقول he usually studied واحد هيجي يقول لي he used to study برضو بتعبر عن عادة الماضي اقول له ايوه بس and لازم قبلها التركيبة تبقى زي بعدها فهنا باست سامبل فهنا لازم تبقى باست سامبل التصريف التاني اللي هو studied نرجع نكمل علي used to walk to work when he was young اساليب التعبير عن الماضي قلناها تعالى كده نوظفها في جملة انا كنت بلعب في الشارع I used to play in the street ادي طريقة I would play in the street ادي طريقة تانية I no longer وبعديها present simple تصريف الاول ادي طريقة تالتة I usually played in the street I don't play in the street anymore او any longer It was my habit to play in the street كل دي طرق يا أولاد تخليكوا تعبروا عن عادات الماضي He used to live in Tanta He no longer lives in Tanta He doesn't live in Tanta anymore أو any longer خد بالك أن يمكن استخدام ظروف التكرار زي always و sometimes عادي جدا جدا مع الـ past simple tense علشان تدل أن الفعل كان بيتم أحيانا أو دائما أو غالبا اللي أنت بتوضح الفريكوينسي التكرار بتاع الفعل كان قد إيه When he was in Alexandria, he always swam in the sea. ده اختصار سريع لكل قلناه في الباست سيمبل. I went, I didn't go, did you go, where did you go. لما اجي اقول الباسيف, she was honored, تم تكريمها by the teacher. تعال نحل كده مع بعض الجمل اللي موجودة قدامنا دي في test yourself. How the burglar break in, اقتحم. Without anybody hearing him. يعني انت بتتكلم على action حصل. Certain situation وعندي هنا break infinitive. يبقى how did. لان سواء was مش هيجي وراها infinitive. هاز نفس الكلام. Do هنا burglar اصلا حرامي ده مفرد. فالمفروض كانت تبقى does. الجملة التانية. Scientists العلماء. Some important discoveries in the 18th century. في نقطة زمنية معينة في الباست. فهتبقى made. Number three, she, the door unlocked whenever she was at home. فهنقول she used it to leave, اعتادت ترك البيت unlocked, مفتوح. Number four, I away most of my old books when I moved house. فهنا انت بتتكلم على موقف لما نقلت للبيت ده رميت كتب القديمة through تصريف التاني. Number five, in 1788, his last great work was written, تمت كتابته, in London. Number six, papyrus, ورق البردي, by the ancient Egyptians, تم استخدامه, papyrus مفرد, فهتكون passive, was used. Number seven, we to Spain three times last year, we went to Spain three times last year, رحنا ثلاث مرات. Number eight, my cousin at the community center last summer. فهنا هتبقى my cousin helped at the community center last summer. Number nine, during his visit to Aswan, he meet many tourists. اعتاد مقابلات هنا في infinitive. فهتبقى used to. Number ten, a lot of works جمع مقصود بها أعمال فنية وأدبية. كتبت بواسطة نجيب محفوظ هتبقى were written لما جينا كمان اتكلمنا في الباست continuous tense قلنا انه بيتكون من was او were والverb ing مع ال I وال he وال she وال it بنستخدم was ومع ال we وال they وال you بنستخدم were قلنا ان الزمن ده بيعبر عن حاجة استمرت في الماضي لفترة ما بين نقطتين زمنيتين between 7 and 9 yesterday I was watching TV Examples Tanya, he was visiting his friends at 5 o'clock yesterday. They were watching the match from 7 to 9 o'clock last Monday. We حضرتك بمنتهى البساطة النفي بيتم بأن أنت بتستخدم not بعد was aware. فلو عندك was هتبقى wasn't, were هتبقى weren't وبيجي وراهم verb ing. He
he wasn't studying English at 3 o'clock yesterday. طيب لما بنيجي نعمل question ببتدي ب was aware اللي بمعنى هل وبعد كده subject والverb ing. Was Ali studying when his father came? هل علي كان بيذاكر لما بابا جه؟ لو هتعملها WH question بتبتدي بأداة الاستفهام وبعد كده بتنزل حضرتك الفعل المساعد was aware وبعد كده الverb ing زي where were you going كنت رايح فين when you met علي لما قابلت علي. الباسيف لما بنبتدي بنون او pronoun بصرف verb to be في الباست continuous فبستخدم was aware وbeing وبعد كده بنزل التصريف الثالث من الفعل الرئيسي زي I was studying English يبقى English was being studied. قلنا ان الزمن ده كمان بيعبر عن احداث استمرت لفترة معينة في الماضي ما بين نقطتين زمنيتين زي مها was sleeping all day yesterday. بيعبر كمان الزمن ده ان كان في حدث مستمر وجي حدث قطعه I was watching the film when my father called me. حاجة كانت بتحصل في وقت معين في الماضي Adam was eating his lunch at 3 yesterday. حدثين في نفس الوقت بدون قطع اللي هي نقطة التوازي بقول While I was doing my homework my mother was cooking. وكمان بتستخدم لوصف الحدث الجاري في وقت ما بين بدايته ونهايته I was studying English from 4 to 6 o'clock yesterday. الخلاصة كلهم حدث استمر في الماضي لفترة. لما نيجي على الكلمات الدالة قلنا ان احنا عندنا while و as و just as و when و the time و all. بالنسبة لقول while و as و just as قلنا post continuous post simple في حالة الانتروبشن while he was running وهو بيجري he fell down. اما لو جي post continuous قلنا ده توازي while او as she was sleeping her brother was watching. while بدون فاعل بيجي وراها verb ing بس بشرط ان الفاعل في الجملة التانية هو نفس الفاعل في الجملة الاولى زي while watching the film I feel asleep. بالنسبة لـ when هنسميها crazy when. ليه بقى بنسميها crazy when؟ لان عادي ان يجي وراها past simple past continuous او past continuous past simple ملهاش قاعدة ثابتة. when he went home his father was sleeping When I was playing football, it rained. فالناس اللي شغل نفسها انها تحفظ بيجي وراها ايه حبيبي هي متغيرة changeable. ممكن يجي كده ممكن يجي كده لان المعنى هو اللي بيحكمك ومقبول المعنى في معظم الاحوال. بالنسبة لديورينج يا شباب قلنا بيجي وراها النون. During the film, I fell asleep. During my stay in Cairo, I visited a lot of places. تعال بقى كده ناخد بالنا من حاجة قلناها. قلنا ان افعال الستيتيف اللي هي افعال الثبات او عدم الحركة دي كلها لا تستخدم في الازمنة المستمرة عموما وفي الموضوع اللي بنتكلم فيه اللي هو الباست كونتينوس تحديدا دلوقتي. افعال حواس قلناها زي see, hear, touch, taste, seem, smell, feel. smell, seem, يبدو. تمام. افعال العاطفة زي love, like, hate, prefer, dislike. افعال التفكير زي understand يفهم remember يتذكر remind يذكر believe يعتقد forget ينسى. افعال التملك have او اللي هي بمعنى يدين بي own اللي هي يمتلك possess won't belong. ولو حسيت ان في كلمة وانت بتذاكر صعبة عليك ومش عارف معناها في عندك حاجة اسمها Collins Dictionary او في حاجة اسمها Arab Dict قواميس تقدر تستخدمهم وتحطهم على موبايلك هيساعدوك جدا جدا في عملية الترجمة. تعال نقرأ كده مع بعض الجملة دي. She seemed ill when I visited her. كان شكلها مريض لما زرتها. ما ينفعش اقول was seeming. I saw her at 7 yesterday. ما ينفعش اقول was seeing. حتى اشوفها. While she was on holiday I met her. هنا verb to be برضو لا يستخدم في الأزمنة المستمرة. لاحظ ان الماضي المستمر اقدم من الماضي البسيط. في حاجة اسمها بيكوز لان. انا ما ردتش عليك امبارح لاني كنت مستغرق في اداء شيء. I was busy doing something. في الوقت ده تمام حضرتك هتقول مثال زي كده. I was sleeping. انا كنت نايم. So علشان كده I didn't hear the bell. او هتعكس. I didn't hear the bell
because I was sleeping. When بتساوي on. الاثنين بمعنى عند. الفرق ان when بيجي وراها الباست سيمبل زي ما قلنا, انما on بيجي وراها verb ing. When he saw the police, the thief ran away. On seeing the police, عند رؤية. وهنا عند رؤية البوليس الحرامي هرب. ده short action, حدث قصير مش طويل. طيب ناخد بالنا من معلومة إضافية هامة. إذا كان الزمن يعبر عن بداية فعل الشخص للشيء بستخدم الباست سيمبل, وإذا كان يعبر على أن الشخص وسط الحدث نستخدم الباست كونتينوس. يعني at 3 o'clock he watched TV. لو الجملة جت بالمنظر ده فده معناها أنه بدأ مشاهدة التلفزيون الساعة 3. إنما at 3 o'clock he was watching TV, كان بيتفرج على التلفزيون, يعني هو كان في in the middle of the action, في نص الحدث. لاحظ معايا إذا جاء الفاعلين مختلفين فلا يجوز استخدام verb ing فقط بعد while. يعني while I was reading I slept دي مقبولة, while reading I slept. إنما while I was reading أحمد arrived ما ينفعش أقول while reading أحمد arrived, لأن ده معناه إن أحمد هو اللي وصل, فالجملة كده معناها مش هيبقى مستقيم. طيب بكده يا شباب أنا أكون خلصت معاك جزء الريفيجن من الكتاب. بس هنحل الجملتين دول بسرعة. He played football for an hour yesterday. يبقى هنقول في الوقت ده he was playing football for an hour, لمدة ساعة, long action. What were you doing, كنت بتعمل ايه at 6 o'clock yesterday evening. While he was crossing the street, هو بيعدي الشارع, a car hit him. Number 4, I was sleeping, انا كنت نايم, so I didn't hear well, عشان كده ما سمعتش كويس. While I was reading a book, my brother was watching TV. Number 6, while he, ما ينفعش ان انا استخدم verb to be في الباست كونتينوس, ما ينفعش اقول while he was being او while he was on vacation, وهو في الاجازة. He played many football matches. في عندكم هنا تدريبات يا شباب على الكلام اللي احنا قلناه ده في الصفحة New Genius Exercise. ده هيتحل عندك homework من صفحة 26, هنكمل كمان معاها اللي احنا هنقوله دلوقتي, صفحة 27 وصفحة 28. ده 55 جملة على الجرامر, نطبق عليهم كويس جدا جدا, وتابع معايا بقية الحل. الحمد لله. بعد ما خلصنا من الجرامر تعالوا بقى مع بعض نحل في جزئيات مختلفة. في دلوقتي سؤال اسمه fill in the gaps with the suitable word. السؤال ده بيقول املأ الفراغات بالكلمة المناسبة. جايب لي قطعة بيبقى فيها أربع فراغات, four spaces, والمفروض إن أنا من خلال فهم المعنى العام للكلام أبتدي أركز في القطعة اللي قدامي دي وأوجد الكلمات المناسبة اللي تديني معنى سليم. تعالى هنحل مع بعض عليها كذا قطعة, وبعد كده هنبتدي نخش في سؤال تاني برضو على الشاشة. اسمعني يلا بينا. تعالى هنا نبتدي مع بعض بقى نشوف السؤال ده بيتكلم في ايه. السؤال ده اسمه fill in the gaps with the suitable words, يعني املأ الفراغات بالكلمة المناسبة. بديني قطعة مطلوب فيها اربع فراغات زي ما قلنا. تعالى نجرب مع بعض. One autumn evening, في احد ليالي الخريف, ايمن and Jenna went to the cinema, ذهبوا الى السينما, full stop. They to watch a film, the film space at 7. يبقى ايه اللي هنقوله هنا؟ هم راحوا السينما ليه؟ They wanted, ارادوا, to watch a film. The film started, الفيلم ابتدى, at 7. Ayman and Jenna enjoyed it. After the film, they spaced together in the park. They walked beside the lake. They very happy. يبقى they walked together, مشيوا مع بعض, in the park. They walked beside the lake, ومشيوا بجوار البحيرة, وكانوا سعداء. يبقى الكلمة المناسبة هنا verb to be, they were very happy. نبتدي نقرأ القطعة مع بعض كلها. Once autumn evening, Ayman and Jenna went to the cinema.
they wanted to watch a film. The film started at 7. Ayman and Jenna enjoyed it. After the film, they walked together in the park. They walked beside the lake. They were very happy. ادي نموذج للأسئلة دي. عندنا كمان قطعة رقم 2 و3 و4 و5. تمام؟ دول حضرتك هتبتدي تفكر فيهم وتحاول تجاوب علشان أحسسك إن الموضوع سهل كمان جدا. هجاوب معاك number 2 وهتلاقي إجابات الباقي في المودل اللي أنا بعته لك. Number 2 بيقول I had a wonderful biology teacher, Mrs. هناء. She always us excited. She always والله نقول made. طب مستر ليه استخدمت made؟ ليه ما قولش makes؟ عشان هنا I had a wonderful past فالأحداث كلها هتبقى past. She always made us excited. She always kept us excited اللي هي أبقتنا مصارين about the subject because she was هي كانت so interested herself هي نفسها مهتمة. I remember one lesson in particular على وجه الخصوص. We were different types of plants. We were a كنا بندرس مع المس. We were studying different types of plants. And Mrs. هناء was the different parts of the flower بتشرح الأجزاء المختلفة. Was explaining تشرح. إذن أنت بتختار الكلمة اللي تديك معنى مناسب وتخليني أطلع بمعنى سليم. هسيبك تجرب الجزئية دي أو الجزئية دي من الحل مع قطع رقم 3 و4 و5 وركز معايا في الفكرة اللي هعرضها عليك دلوقتي. معلش هنتحمل شوية بعض في موضوع السكيلز يا جماعة عشان دي بقت حاجة مهمة وعليها درجات مهمة ولازم نتدرب عليها علشان نتأسس لتالتة ثانوي صح. الكومبرهنشن اللي هي قطعة الفهم بقى سؤال مهم جدا جدا وفي ثانوية عامة عليه 16 درجة. فعلشان كده من سنة أولى ثانوي لازم نركز جدا جدا جدا. في اختلاف ما بين طبيعة الكومبرهنشن في تالتة اعدادي وما بين أولى ثانوي. الكومبرهنشن عندنا هنا بتبقى كمية الكلمات فيها أكبر وبتحتاج من حضرتك انك تكون مركز بشكل اكتر. بيبقى عندنا في اسئلة 4 MCQ questions 4 اختياري و4 بيبقى answer the following questions. السؤال ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد ان انت لازم تعمل الاول حاجة اسمها scan reading تقرأ بسرعة القطعة تفهم الفكرة الاساسية. بعد كده حضرتك تبتدي تقرأ الاسئلة علشان تفهم هو عاوز منك ايه وترجع لقطعتك تاني وتبتدي تطلع اختياراتك. ركز يا معلم جدا في السؤال ده. بعد ما هنبتدي نبقى شطار في الكومبرينشن هتحس بفرق كبير جدا جدا في مستواك. وعلشان مهم جدا ان عينك تبقى معايا وقريبة من الكلام وشايفه كويس برضو هختفي وهتسمع وهتركز معايا كويس. يلا بينا. سؤال الكومبرينشن بيعتمد على طالب بيحاول ان هو يركز ويفهم على قد ما يقدر. ما بيعتمدش على طالب حافظ كلمات وبيعتمد على طالب حابب ان هو يطول باله عشان يستوعب الفكرة كاملة وده مش هيقدر يحققه الا اذا ارى القطعة كاملة. طبعا المشكلة ان احنا متعودين في اعدادي على القطعة الصغيرة لما بنتعرض لقطعة كبيرة في البدايات بنحس ان الموضوع صعب شوية. تعال نقرأ كده مع بعض الكومبرينشن دي بسرعة سكان كده بسيط وبعدين نبتدي نقرأ الاسئلة علشان نشوف هو بيحكي معايا في ايه وبيسأل على ايه وبعد كده نبتدي نطلع الإجابات واحدة واحدة مع بعض من القطع. تعال نشوف كده الكومبرينشن دي كسكان ريدنج كده قراية سريعة بتتكلم فيه. الكومبرينشن بتقول Most countries in the world now welcome tourists because of the money they bring in. Many countries make great efforts to encourage tourism and many also depend on what they earn from it, from tourism, to keep their economies going. People who like adventure well even try to visit countries. Companies regularly arrange trips through the Sahara Desert or to
Himalayan mountains for whoever enjoys such trips. But the numbers of visitors are small. Most tourists try to choose whichever places have fairly comfortable, cheap hotels, quiet good food, reasonable safety, sunny weather, or unusual things to see. The choice of a place for a holiday also depends on when they can get away. It's not very pleasant to go to a place when it's having its worst weather. One big problem for a nation wishing to attract tourists is the cost of building hotels for them. Building good hotels swallow up a lot of money, and many of the countries that need the tourists are poor. What they spend on building has to be borrowed from foreign banks. Another problem is that more and more big international companies are building hotels all over the world, so that the profits from a hotel often don't stay in the country in which it has been built. And there is also the question of training staff, teaching them foreign languages, how to cook the kind of food that foreign tourists expect. In Egypt, special colleges have been set up for these burbs. Tourists often feel charmed by the different customs and habits that they see around them. They refuse the local food and insist on having only what they eat at home. تعالى كده نقرا مع بعض الأسئلة سؤال سؤال وبعد كده نبتدي نجاوب على الأسئلة. Number one, the underlined word eat in the first paragraph refers to what? Number two, some people don't go to a place for a holiday although they like it. ويه السبب؟ Number three, the underlined word stuff probably means تعني. Number four, tourists may feel surprised and upset when. ممكن السياح يشعروا بالانزعاج والاندهاش امتى. Number five, what would happen to some countries if tourism stop? Number six, where do the profits, الارباح, from some hotels unfortunately go? Number seven, mention two problems which face the countries wishing to attract tourists. واخيرا, number eight, why do you think that tourism is very important for countries? لما نبتدي كده حضرتك نرجع ونشوف سؤال سؤال. هنا السؤال الاول بيقول كلمة it in the first paragraph رجع على ايه؟ لما احنا شفناها فوق في القطعة قلنا ان هو بيقول earn from it. نرى كده and many also depend on what they earn from it. اكيد رجع على التوريزم. يبقى اجابة اول سؤال يا اولاد هتكون كلمة tourism السياحة. السؤال الثاني بيقول some people don't go to a place for a holiday although they like it. ايه اللي ما يخلينيش اروح مكان على الرغم ان انا بحبه؟ بمنتهى البساطة هتبقى number B, because of the bad weather, بسبب الطقس السيء. وده هو قاله هنا their choice of a place for a holiday also depends when they can get away. It's not very pleasant to go to a place when it's having its worst weather. فاللي يمنعني ان انا اروح المكان على الرغم ان انا بحبه ان الجو ما يكونش مناسب. فالاجابة الانسب هي رقم B. نيجي بعد كده للسؤال number 3. The underlying word, الكلمة اللي تحتها خط اللي هي كلمة staff, probably means, ممكن يكون معناها هو بيقول الموظفين. أكيد employees مش businessmen ولا investors مستثمرين ولا tourists سياح. Number four, tourists may feel surprised and upset بسبب different customs will happen. يبقى الإجابة هتكون number D زي ما هو قايل هنا أهي shocked by the different customs. فالإجابة هتكون they see different customs and habits. تعال مع بعض نشوف السؤال الخامس هو بيقول فيه إيه. What would happen to some countries if tourism stopped? طبعا احنا قلنا ان هم بيعتمدوا على ان هم يجيبوا دخل من السياح. يبقى هنقول الاجابة there wouldn't be, مش هيكون في income, دخل from tourism, من السياحة. ولو عاوز تتأكد من حاجة زي كده هترجع فوق
هنا في ال comprehension هتلاقي ان هو بيقول في اول سطرين في السطر الثاني تحديدا many countries make great efforts to encourage tourism and many also depend on what they earn from it. طيب نيجي بعد كده للسؤال اللي بعده بيقول هنا عندي where do the profits from some hotels unfortunately go بتروح للشركات الدولية اللي بتبني الفنادق دي هو قال الكلام ده هنا قال الفلوس دي بتروح للناس دي فبالتالي بيبقى في مشكلة more and more big international companies are building hotels all over the world so that the profits from hotel often don't stay in the country بتروح لمين للbig international companies which build اللي بتبني تمام الشركات او سوري بتبني الفنادق السؤال اللي بعده بيقول لي mention two problems which face countries wishing to attract attentions ايه المشكلتين اللي ممكن يواجهوا اي بلد عاوزه تنشط السياحه طبعا هيكون الباد ويذر خلاص والشركات اللي بتبني الفنادق فهنا ادي المشكلتين bad weather الطقس السيء and the building companies والشركات اللي بتبني لان ده ما بيخليش الدولة تقدر تكسب من السياحة why do you think that tourism is very important for countries طبعا الاجابة واضحة وبسيطة because لانه او لان السياحة because it provides بتوفر a lot of الكثير من فرص العمل يعني ايه فرص عمل job opportunities and وكمان غير فرص العمل and brings in وبتجلب foreign currency عملة صعبة بكده نكون خلصنا التدريب على الكومبرهنشن بيبقى شوية عاوز واحد يطول باله تعالى نشوف سكيل جديدة اللي هي الرايتنج وموضوع الإساءي ولاد العوامر الرجالة اللي بعد ما خلصوا معايا الكومبرهنشن هيبتدوا يبصوا على سكيل جديدة اللي هي الإساءي كتابة المقال قبل كده كان في حاجة اسمها باراجراف لغاية تالتة اعدادي كان بيقول لي اكتب لي لغاية 180 كلمة دلوقتي بيقول لي write an essay اكتب لي مقال about 150 words on tourism يعني ايه ساي يعني ايه مقال بيتكتب ازاي نعمله ازاي كل الكلام ده هستعرضه معاك دلوقتي حالا برضو عشان الشاشة مهمة وعاوزك تركز معايا هنبتدي نشرح شوية من فنيات الاساي وبيتعمل ازاي وبعد كده نقرأ مع بعض الاساي المهم ده عن tourism ركز معايا عينك في الشاشة كويس في الكلام اللي هتشوفه قدامك دلوقتي وودنك مع صوتي كويس جدا والصبورة اللي قدامك عشان تفهم انا هقول ايه يلا بينا من الاسئلة المهمة اللي بتيجي في الامتحان على طول والطلبة احيانا ما بتحبهاش لان الطلبة بتاعتنا ما بتحبش تفكر هو سؤال الإساي اللي هو سؤال المقال واللي بيجي لنا بالمنظر ده write an essay of about 150 words on ويديني موضوع معين المفروض حضرتك ان الطريقة دي في اولى وتانية ثانوي بنكتب الإساي كاملا ولكن في تالتة ثانوي الامتحان بيجي كله في شكل تشوز حتى الاسئلة المتعلقة بالمقال علشان نتكلم عن مقال اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم لازم نعمل حاجة اسمها brainstorming يعني ايه brainstorming اللي هي العصف الذهني هو ادالك موضوع يا ترى انت هتكتب في الموضوع ايه فلازم ترتب العناصر جوه دماغك وبتكتبهم في ورقة وبتمنشن بتذكر كل اللي انت هتتكلم فيه تيجي لتاني مرحلة اللي هو الاساي بيكتب ازاي هو طالب مني هنا ان انا اكتب اساي عن التوريزم اول حاجة بتهتم بيها في كتابة الاساي وركز معايا كويس جدا جدا هنا الاساي حضرتك ممكن بمنتهى البساطة بيتراوح من 3 الى 5 paragraphs هل حضرتك كل paragraph
بيبقى فيه topic sentence جملة رئيسية بتتكلم في بداية الباراجراف بتاعك عن انت هتقول ايه. فعشان كده المقال بمكوناته التلاتة لخمسة باراجراف كل إساي ممكن يكون فيه من تلاتة لخمسة topic sentence. إنما الانترودكشن بيبقى فيها الجملة الرئيسية this is a statement والهوك اللي هي الجرابر attention sentence الجملة الجاذبة للانتباه. بعد كده بتلتزم في البودي بي من اتنين لتلاتة باراجراف, وزي ما قلت كل باراجراف لازم بيبقى له topic فكرة رئيسية, وفي النهاية اخر خطوة بنكتب الconclusion واللي فيها بتعيد صياغة اللي انت قلته كله. اي اساي في شرطين اساسيين لازم يكون ما بين الparagraphs والافكار coherence and unity تماسك ووحدة. نرجع هنا تاني نشوف اللي حصل معانا في الاساي اللي احنا هنكتبه عن tourism. احنا هنا قلنا هنقدم الانترودكشن اللي فيها الفكرة الرئيسية والهوك, وقلنا tourism is considered the backbone of economy for many countries in the world. دي الفكرة الرئيسية thesis. يليها بعد كده الهوك الجملة او الجمل اللي بتجذب انتباه القارئ زي these countries هذه الدول rely heavily on tourism as a key source of income and employment. It brings in money بتجلب أموال and provides jobs وتوفر وظائف. Tourism can offer much needed employment عمالة مطلوبة جدا for people as hotels, transport, activities, shops and restaurants all need stuffing. بعد كده هقوم داخل في البودي بتاعي اللي هو حضرتك بنكمل في second paragraph. It boosts employment بيزيد العمالة and financial opportunities for local people. It promotes international connections which can bring more business and cultural cooperation. In the long term, it also supports cultural awareness وعي ثقافي and builds bridges of understanding between cultures. بنيجي بعد كده بنتكلم عن احد مكونات السياحة اللي هو الاكوتوريزم السياحة البيئية, وأول جملة هنقدم فيها topic ecotourism is a kind of tourism which is intended to provide holidays to places which are often endangered and isolated. يبقى كل الجمل اللي هتيجي بعد الجملة topic الأساسية دي بتخدم على الفكرة بتاعة الecotourism. These holidays هذه الإجازات اللي هتخص الecotourism are designed مصممة to have a limited impact تأثير محدود on the local environment and to educate tourists about conservation. It can provide economic solutions to preserve and maintain the environment in both urban and rural areas في المناطق الريفية والحضرية. Thus, لهذا, we all have a role in conclusion بقى to play, to encourage sorry tourism عشان نشجع السياحة. ايه بقى الرول اللي احنا لازم نعمله؟ The government can't do everything alone. There must be cooperation of citizens. We should try to meet all tourist demands. We should build more hotels and more public places for their stay and amusement. We should try to improve means of transport to help tourists travel more easily from one place to another. من مكان الى اخر. We should make tourists feel at home so that they can come back again. As long as there are tourists, there is hard currency and thriving economy with thriving بمعنى مزدهر. طيب ده بالنسبة لمهارة الإساي, ولازم يا جماعة محدش فينا يهرب من ان هو يكتب إساي. تعالى بعد كده في الفيديو اللي جاي هنناقش معاك مهارة جديدة. تقلت عليك معلش, اتحملني في جزئية السكيلز عشان دي بالنسبة لي مهم جدا جدا. انا دلوقتي هبتدي اتكلم معاك في سؤال من اهم الاسئلة جديد عليك جدا اللي هو سؤال الترانسليشن بتاع الترجمة. هبتدي افهمك دلوقتي احنا هنعمل ايه في الترانسليشن وهنتعامل معاها ازاي. الترجمة في تالتة ثانوي بقت بتيجي في شكل جمل اختيارية زي تدعو كل الاديان السماوية الى السلام والحب, يجيب لي اربع اختيارات والمفروض ان انا اختار منهم. احنا عندنا في اولى ثانوي وتانية ثانوي لا, احنا بنستخدم القلم وبنكتب الاجابات بتاعة الترجمة. ازاي اتعامل مع الترجمة, فنياتها ايه, تعالى نحل شوية كده عليها ونجرب نفسنا ونقول شوية ملاحظات. يلا برضو هتركز معايا في الشاشة, عينك كويس معايا ودنك سمعني كويس وقلمك وورقتك وكتابك قدامك ومركز معايا في الصفحة اللي موجودة
هنا في الترانسليشن صفحة 32 و33 هيبقى فيها كلمات المساعدة اللي هتساعدنا في ترجمة القطع دي. ياريت تحفظها كويس قبل ما ابتدي اترجم معك. يلا بينا. بنقول يا أولاد ان سؤال الترانسليشن ده من اهم الاسئلة اللي بتكمل معايا الثلاث سنين، وفي فنيات معينة لازم تاخد بالك منها. نبعد عن الترجمة الحرفية تماما، لان كل كلمة بيبقى لها اكتر من معنى، فلما اجي اترجم ما ينفعش انك تترجم الكلمة الا وفق السياق المناسب. يعني شوف النص كله بيقول ايه من اوله لاخره، وخمن واستنتج معنى الكلمة اللي انت هترجمها من خلال السياق. مثلا عندما نقول جرت العادة ان نحتفل بشم النسيم في المتنزهات، فما تقومش مترجم كلمة جرت على ان هي ران الماضي من run. انا اقصد هنا جرت العادة اللي هي the habit، فلاقي واحد يترجمها حرفيا ويقول the habit ran that، وبعدين يقول we celebrate شم النسيم in parks. هنا انا عاوز اقول ان احنا كنا بنحتفل بشم النسيم في المتنزهات ولا زلنا، تمام؟ لانه بنقول جرت العادة، يعني اوريدي بتحصل لغاية دلوقتي. عندي اكتر من طريقة لترجمة الجملة دي، يا اما ان انا اقول present simple tense عادي لانه بيعبر عن العادات الحالية، we usually celebrate شم النسيم in parks. واحد تاني هيقول we are used to، وبعد كده الفيرب ing celebrating، لان are used to الفيرب ing بتعبر عن العادات المضارعة، we are used to celebrating شم النسيم in parks. واحد تاني هيقول له يا مستر طب لو قلت we are in the habit of celebrating، كل ده صح. اذا التراجم ملهاش نمط محدد، ولكن المهم في الاخر انها تديني معنى سليم. في تالتة ثانوي السؤال دلوقتي بقى بيجي في هيئة تشوز، يعني يجي يقول لي تدعو كل الأديان السماوية إلى السلام والحب، فأبتدي أخد بالي كده بيقول all heavenly religions number B call for peace and love، تدعو إلى السلام والحب. أو زي الجملة التانية the government should cut prices down، يجب على الحكومة أن تقلل الأسعار أو تخفض الأسعار. فهنا يجب على الحكومة أن تخفض الأسعار بتيجي في شكل اختياري، ولكن في أولى وتانية هنبتدي مع بعض نترجم وبنكتب جمل. تعال كده نعمل بروفة صغيرة ونشوف احنا المفروض نعمل ايه في الترجمة. قبل ما نترجم يا أولاد لازم الأول هنراجع الكلمات دي ونقراها مع بعض. A means وسيلة، A must، All means impatient، An end، Aspects، Blessing، Bring about، Destruction، Disasters، Double-edged، Employable، Enforce، Exert efforts، Heritage، Ill effects، Improving، Income، Investment، Pass laws، Permanent، Process، Qualifications، Sources، Tourism، Unemployment، Urgent، Weapon، Urgent، Weapon. تعالى يا أولاد نبتدي نترجم مع بعض وندي كده بروفات علشان انت تبتدي تحب السؤال ده. سؤال بيقول ايه؟ You have the right. طيب يعني you have the right؟ لديك الحق. طيب to express، أن تعبر عن، your opinion رأيك، freely بحرية. واحد قال لديك الحق أن تعبر عن رأيك بحرية، واحد تاني قال لك الحق في التعبير عن رأيك بحرية. الصياغتين طالما بيوصلوا للمعنى المظبوط فتمام. but never use violence، لا تستخدم العنف، against، ضد، those who oppose you، الذين يعارضوك. ولا تستخدم العنف، ضد الذين يعارضوك. الجملة التانية keeping the environment has become a must، keeping the environment بمعنى الحفاظ على البيئة، has become a must أصبح ضرورة. ولما نيجي نترجم حضرتك من الإنجليزية إلى العربية يفضل أن تبدأ الجملة في هيئة جملة فعلية، فأقول أصبح الحفاظ على البيئة ضروري أو ضروريا. حلو كده.
laws must be passed, must be passed يعني توضع, فلا بد من وضع القوانين to preserve لنحافظ على our national heritage التراث القومي such as مثل coral reefs الشعاب المرجانية. Number three, we must try hard يجب أن نحاول بجد to find quick solutions لإيجاد حلول سريعة to our permanent problems لمشاكلنا الدائمة. النعت في اللغة العربية يتبع المنعوت أما في اللغة الإنجليزية فالعكس, مشاكل دائمة permanent problems. In my opinion, في رأيي the most urgent one أكثر مشكلة طارئة to be solved يجب حلها is the problem of unemployment مشكلة البطالة unemployment as it affects لأنها تؤثر على all life aspects كل جوانب أو مجالات الحياة. القطعة بعد كده number four بنقول فيها the government الحكومة has become أصبحت يبقى أصبحت الحكومة much interested أكثر اهتماما in improving the educational process بتحسين العملية التعليمية process عملية educational الصفة من education تعليمي education is good investment فالتعليم استثمار جيد in the future في المستقبل of any country لأي دولة. Number five, there are many sources of national income. هناك العديد من المصادر للدخل القومي for Egypt and مصر. I think tourism is the most essential one. أعتقد أن السياحة هي الأكثر ضرورة. So we must exert efforts. يجب علينا بذل الجهود to attract tourists لجذب السياح by all means بكل السبل. الجمل اللي بعد كده يا جماعة ال translate into English. الطموح وحده لا يكفي, لذا يجب عليك بذل قصارى جهدك لتحقيق جميع أهدافك وطموحاتك في الحياة. طيب الجملة في الإنجليش بتبتدي بالسبجكت, أنت بتقول إيه؟ الطموح وحده لا يكفي, يبقى only impatient فقط الطموح only impatient هنخلي الـ if impatient small isn't enough ليس كافيا. So لهذا يجب عليك بذل قصارى جهدك. You have to أو you must exert great efforts أو do your best. Exert great efforts or do your best to اللي هي لكي تمام تحقق achieve إيه بقى جميع أهدافك all your goals وطموحاتك and impatience والطموحات in life في الحياة. وعاوزك بنفس الطريقة هتكمل الجملة رقم 2 و3 و4 و5 مشي ايدك علشان تفك شوية واللي يقف قدامك حضرتك هنتناقش فيه على الجروبز بتاعتنا. ولو ليك اي سؤال ممكن تبعته في الايكون بتاعة الديسكوشن. نيجي بعد كده نخش في الفقرة اللي بعدها واللي هتكون ممتعة جدا بالنسبة لك وهتعرفك انت فهمت ولا لا. خلاص وصلنا لاخر جزء من المحاضرة التانية اللي اتكلمنا فيها عن الجرامر واللي اتكلمنا فيها شوية عن السكيلز المختلفة. تعالى كده مع بعض هنختم فقرتنا النهاردة بجمل عامة على الوحدة الاولى من امتحانات الادارات السابقة. قبل ما تبتدي تركز معايا في الفيديو وتسمعني وانا بعلم لك وبجاوب لك وبقول لك ايه سبب كل اجابة من دول, لو سمحت ابتدي بسرعة جاهز نفسك وحل الجمل دي 30 جملة اللي موجودين قدامك في صفحة 33 علشان نبتدي مع بعض نظبط دنيتنا. وبعد كده هسيبك مع الهومورك بتاع النهاردة اللي هيكون تيست بيزد اون يونت 1. بعد ما تخلص هبعتلك الإجابات بتاعة يونت 1 كاملة وأشوفكم في المحاضرة الثالثة واللي هنبتدي فيها إن شاء الله مع بعض فنيات الترجمة ويونت 2. أشوفكم على خير. سلام يا رجالة. هنبتدي يا شباب دلوقتي مع بعض في إجابات الجمل العامة الوحدة الأولى من امتحانات الإدارة السابقة. أول سؤال بيقول هنا be optimistic يعني كن متفائل. Tourism in Egypt is sustainable مستدامة.
as long as we protect our monuments طالما بنحمي أثرنا. Number two, the money of the clothes, فلوس الملابس, طبعا the money يعمل معاملة المفرد, was on that table, كانت على هذه المائدة. Number three, divers, الغواصين, enjoy the exotic colors, الألوان الغير عادية, of the coral fishes, للأسماك اللي موجودة بقرب من الشعاب المرجانية. Number four, while my car, هنا passive, بينما عربيتي at the garage, I was having a meal at a nearby restaurant, while my car was being repaired, بينما عربيتي كانت بتتصلح. Number five, in danger, يعرض للخطر, to protect is like black to white. Number six, the writer published his new novel last month, طبعها الشهر اللي فات, he spent, أنفق, the last two years writing it, أو قضى آخر سنتين بيكتبها. Number seven, summer likes Mexican food, but it's too spicy, يعني حار جدا. Number eight, while I was ill, بينما كنت مريض, I lost a lot of weight and became so thin, تتابع عزمينها passed. Number nine, it was obvious, كان من الواضح, she had broken her toe, صباعها, because it immediately started to swell up, بدأ يتورم. Number 10, my purse last week, my purse was stolen, etc. Number 11, my daily track to school, يعني الرحلة اليومية للمدرسة, takes about 10 minutes. Number 12, have you ever been to Cairo? Yes, I went there for a certain point of time in 2005. Number 13, traffic problems, المشاكل المرورية, aren't unique to our country, ليست فريدة على بلدنا, they occur in many other countries, بيحصلوا في بلاد أخرى, as well, أيضا. Number 14, he doesn't stay up late any longer, this means he used to stay up late, اعتاد أن يفعل ذلك ولكن الآن لا يفعل. Number 15, being isolated, كونك معزول from family and friends, may lead to, قد يؤدي إلى, stress, الضغط العصبي, and anxiety, والتوتر. Number 16, once we had lunch in this restaurant, ذات مرة تناولنا الغداء في هذا المطعم. Number 17, we should encourage ecotourism, يجب أن نشجع السياحة البيئية, which aim at helping the local people not to damage their environment. Number 18, there has been a tragic accident, هناك حادث تراجيدي on the highway, many people were injured, العديد من الناس تم جرحهم. Number 19, there will be an international meeting, هيكون في هناك اجتماع دولي, to discuss the environmental impacts, لمناقشة الآثار البيئية, of global warming, للاحتباس الحراري. Number 20, Mazin was playing chess all day yesterday. Number 21, as a conservationist, he thinks it's a crime to hunt lions, كمحافظ على البيئة. Number 22, while I was talking on the phone, the doorbell rang. Number 23, he refused to park his car next to the leaning wall that looked as it was going to fall. Number 24, when the phone rang, I was having my lunch, كنت بتناول الغداء بتاعي. Number 25, all Egyptians know that water has become a must, that water conservation, الحفاظ على البيئة. Number 26, after he had an accident, بعد ما حصلت له حادثة, he was taken, تم اصطحابه to the nearest hospital. Number 27, Madagascar is the destination, هي وجهة السفر, of many ecotourism seekers, للباحثين على السياحة البيئية. Number 28, I'd rather you studied English hard, ياريتك تذاكر الإنجليش بجد. Number 29, we enjoyed our cruise to many ports. Number 30, while being bathed by his mother, وهو بيتم تحميته من قبل أمه, the baby gave a loud cry. بكده هيكون فاضل بس التست اللي انت هتشتغله علشان تقيم مستواك, والإجابة هتتبعت لك إن شاء الله, وهتلاقيها على الجروب أو على المنصة.